والآن إلى رئيس نقابة الأطباء في بيروت الدكتور جورج أفتينوس ليحدثنا عن الدور الفاعل في تحديد العلاج. صباح الخير وبرحب بالجميع ببيت الطبيب وبشكر مدام بلعة ومسيو بلعة على إقامتهم هالورشة عنا بالنائب. لحبلش حقيقة بعرض قصة مريضتين نشوف عند مين لازم المريض يروح. في مريضة عمرها 25 سنة عم بتعاني من سعال ناشف. راحت عند حكيم، هالحكيم بما انها عم تسعل حط السماعة على صدرها وطلب لها صورة. الصورة لقيت انه في كتلة بين الريتين بالمنطقة اللي بين الريتين والقلب. وشاف هالكتلة حولها لطبيب جراح. طبيب الجراح اكيد اخضعها على جراحة. اخذ لها خزعة. خزعة بيّن انه في معها التهاب اسمه ساكويدوز. التهاب مش معروف شو هو. بس بيتعالج بالكورتيزون. تعالجت وشفيت. نفس المريضة راحت حكيم تاني. كمان عم تعيدي من سعال حاد. حكيم التاني فحصها فحص دقيق. مثل ما بقولوا فحصها من راسها لأخمص قدميها. ولقى معها كتلة صغيرة تحت برقبتها. عملنا صورة لقى هالكتلة اللي موجودة بين الريتين. بعدها عن جراح. عملنا جراحة بسيطة ببنج موضعي. نعمل التشخيص ساركويدوز وتعالجت. أي حكيم أحسن. قصة تانية صارت معي اليوم الصبح. في ستة عمرها 45 سنة راحت عند حكيم في عندها كتلة بالصدر. فحصها وطلب منها انه تعمل جراحة. عمل جراحة، هو عمل جراحة اكيد بنج عموم وطلب لها فحص اثناء العملية. تبين انه هالكتلة هي كيس مي. كيس مي حميد بارد من المستشفى واكيد النتيجة تكون منيحة. نفس المريضة راحت عند حكيم تاني. كمان فحصها لقى نفس الكتلة. بدل ما يقطعها لجراحة حط فيها إبرة. هالإبرة فضت الكيس والمريضة راحت على البيت. من هالمثلين نشوف قد ايه الأداء الطبي بيأثر على كلفة التطور. عرف الطب في القرن الماضي تطورا سريعا. انتقل فيه من طب تمريضي بمعظمه إلى طب فعال في مجال الدواء وطرق الاستقصاء والتدخلات الجراحية. وارتفعت بالتوازي نجاعة الطب وكلفته. كما أن النتائج الباهرة في التطبيب والشفاء تزامنت مع ارتفاع المضاعفات السلبية. ومع زيادة الكلفة وجدت مؤسسات ضامنة رسمية وخاصة تعنى بتأمين الطبابة للمقبولين. إن أهم التحديات المطروحة أمام جميع العاملين في القطاع الصحي هي تأمين التغطية الصحية الجيدة بسعر مناسب. في هذا المجال يلعب الطبيب الدور الأساسي في تحديد كلفة الطبابة، فهو قائد الأوركسترا وضابط الإيقاع. وسأبين في هذا البحث الدور المحوري الذي يلعبه الطبيب، كما سأتطرق للمطبات وسبل المعالجة. إن الأداء الطبي من الوقاية إلى العلاج يؤثر بشكل كبير على كلفة الطبابة. أولا في الوقاية، قيل قديما أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. ومن المؤكد أن الطبيب يلعب دورا مهما في الوقاية من أمراض خطيرة ومزمنة تؤدي إلى زيادة مهمة في كلفة الطب. ويمكن أن أورد بعض الأمثلة. أولا تحصين الأولاد على التلقيح من الأمراض، وهذا التحصين يقي الأولاد من أمراض الشلل وغيره. المشاركة في ندوات إرشادية وتثقيفية للوقاية من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان. القيام بالكشف المبكر لأمراض خطيرة كالسرطان من لطخات مهبلية بابسين أو التصوير الشعاعي بالسديد ماموغرافي. ثاني مجال هو التطبيق في البيت أو في العيادة. هذا أيضا يؤثر أداء الطبيب الجيد في خفض الخطورة الطبية. وشفنا أمس
أولاً عبر القيام بفحص سريري دقيق وشامل يؤدي إلى تشخيص المرض وإلى العلاج الهادف. كما أن هذا الفحص الدقيق سيسمح للطبيب بالاكتفاء بالضروري من الفحوص المخبرية والشعاعية. ثانياً عبر الوصفات الطبية الهادفة دون اللجوء إلى وصفات فضفاضة على مثال المدفع الرشاش. كما أن الطبيب يمكنه هنا أن يصف الأدوية الناجعة وليس بالضرورة الأدوية الغالية الثمن. ثالث مجال في المستشفى في القيام بالاستقصاءات الهادفة والاقتصار على الضروري منها دون إسراف في وصف الأدوية الناجعة مع توخي الجودة والسعر المناسب، في القيام بالتدخلات الجراحية اللازمة دون المبالغة بها، في ضبط مدة الإقامة في المستشفى، في عدم المبالغة في العلاج لدى المرضى في الطور الأخير أو في حالة الاحتضار. إنه من السابق مع الأسف، وهون لا أعمل حقيقة نقد ذاتي وبتأمل من كل الناس يعملوا نفس النقد الذاتي، أن في الأداء الطبي أحياناً أنواع من الإسراف، وإذا أردنا استعراض بسرعة أسباب هذه التجاوزات والشوائب لوجدنا أولاً عدم المعرفة وللأسف أو الأداء الطبي المتدني لدى بعض الأطباء. ثانياً الغش والجعالات، الغش في رمز الأمراض، الغش في أسماء المرضى للسماح لغير المضمون أن يسترد كلفة الطبابة بشكل غير مشروع، الجعالات التي يتقاضاها وهي للأسف بسبب معارفهم والتأكد من أهليتهم للقيام بمهمتهم. ثالثاً التشدد في تطبيق نظام التصنيف الطبي المستمر مع إعطاء حوافز للأطباء الملتزمين وعقوبات للمتقاعسين. رابعاً إقامة نظام رقابي علمي متخصص يقوم مقام النظام الحالي الذي أحياناً يقبل أعمال طبية حيث لا يجب ويشطب أحياناً حيث لا يجب. كما أنه يجب إيجاد بروتوكولات تشخيصية وعلاجية تجنب الوقوع في الهدر والإسراف. خامساً أخيراً وليس آخراً إعطاء الطبيب حقه كي يجنبه تحصيل حقوقه بطرق غير مشروعة، وذلك عبر رفع قيمة العمل الطبي بشكل منطقي وعادل. مش مسموح اليوم كلفة الطبيب إنه قدر يفاوضه تكون أقل من قصة شعر، هذا شيء مخزي ومعين. ثانياً تطبيق فصل الأتعاب بشكل صارم ونهائي، دفع المستحقات في بها المقبولة، مساعدة الطبيب على رفع صندوق التقاعد عبر تفعيل الطابع الاستشفائي وغير طوابع مثل طابع الولادة والوفاة وغيرها. في الختام أيها السيدات أيها السادة، إن تضافر جهود جميع العاملين في القطاع الصحي بشفافية كفيل بتأمين تغطية صحية نوعية المواطن اللبناني بكلفة معقولة، ونحن في النقابة على أتم الاستعداد للعب دورنا في الرقابة المهنية والأخلاقية للوصول إلى هذا الهدف، ونناشد الأطراف الأخرى أن تعمل ما في وسعها لإعطاء الطبيب حقه على أساس أعطي لقيصر لقيصر وما لله لله. وشكرا.